السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايبة لكم وصفة جميلة جدا للشفايف، بس قبل ما نعملها هنعمل سكراب. السكراب ده هنقشر بيه الشفايف عشان خاطر الوصفة تبقى حلوة قوي على شفايفنا يعني كده. فأول حاجة هنجيب معلقة سكر مع معلقة عسل وهنقشر بيها شفايفنا لحد ما تبقى ناعمة كده وجميلة. بس ده بقى هنركنه على جنب. بعد كده هنجيب حاجة اسمها دم غزال، تمام؟ دم الغزال دوت موجود عند العطار، عند اي عطار يعني، مش هتغلبه في الشراء بتاعه يعني، هتلاقيه عند العطار موجود، تمام؟ هنجيبه من عند العطار. وهنجيب حاجة اسمها فازلين، طبعا كلنا عارفينه، ده موجود في الصيدلية، تمام؟ بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب معلقة من الفازلين عشان بس ماسكة التليفون بإيد ومش عارف، حاول كده، حاول معلقة فازلين. خد معلقتين على حسب ما انتي بقى ما بتحتاجي. بتحتاجي مثلا عايزة تعملي منه كتير، عايزة تعملي منه قليل، براحتك يعني. فكده احنا خدنا معلقتين من الفازلين. تمام، بعد كده هنفتح ده اللي هو دم الغزال، هنحط منه بقى حبة قليلين يعني، مش هنحط كتير منه كده. ولو عندك علبة مثلا فاضية كده ممكن تحطيهم فيها، عندك روج وخالص ممكن تستخدمي العلبة بتاعته. عايزة غامق قوي، عايزة فاتح قوي، بتقللي في دم الغزال كده كده كده. انا عايزة دم غزال تاني، عايزة يبقى غامق مش فاتح. بس كده، بس ما تنسوش قبل ما تعملوا الوصفة دي تعملوا السكراب اللي انتوا عليه، اللي هو السكر مع العسل، وتقشروا بالشفايف. بعد كده تحطوا يعني، كل مثلا ما عايزين تحطوا من ده تعملوا السكراب ده، هتلاقوا يعني. ممكن حتى لو مش عندك عسل ممكن تحطي مثلا ليمون او زيت زيتون وتقشري بيه شفايفك، وبعد كده تحطي ده على الشفايف. هتحطيه مثلا، عايزه تحطيه كتير، عايزه تفضلي مثلا ده على شفايفك كتير، هتسيبيه شويه وبعد كده تمسحيه بمنديل، هتبقى شفايفك لونها وردي من غير اي حاجه، من غير ما تحطي روج ولا اي حاجه يعني، اكنها طبيعي كده. بس بعد كده بقى هحطهم في العلبه دي. انا عندي علبه فاضيه، احطه بقى في العلبة دي واستخدمه. يا رب تكون وصفتي عجبتكم النهاردة. ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة، سيبي لي كومنت لو عجبك الفيديو وقولي لي رأيك ايه، ويستنوا بقى فيديو جديد. يلا باي باي.